دفع تصل إلى تشابي ألونزو. انطلقت كريستيانو رونالدو يبحث عن الثالث رونالدو لمسعود أوزيل، يسقط مسعود أوزيل، كان يتمناها يعني كريستيانو رونالدو، كان يتمنى صفرة تحكم المباراة على أساس يأتي خطأ. وزملاء الحقيقة ومسعود أوزيل دي ماريا يساعدونه، لأن أربع مباريات ما سجل يساعدونه على أساس لذلك في كثير من اللقطات من مسعود أوزيل ومن دي ماريا يحاولون ينقلون الكرات إلى كريستيانو رونالدو على أساس أنه يسجل هدف، وبالتالي يصل إلى الهدف رقم 25. إلى صفرة، إلى ضربة حرة مباشرة لمصلحة ملقا، الفريق الأندلسي الفريق القادم من المدينة الساحلية الجميلة مدينة ملقا، إلى النادي اللي يمتلك شاب قطري الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رجل أعمال في الموسم الأول. عاد والله نتمنى يا أخي، يعني لأنه والله القطري يا أخي يشعر شيء إنه لا يعني شيء يعني اذا هاي لنا يعني كنا نادينا، لكن عد اكيد ان يعني مثلا القطريين في الوطن العربي المشجعين والانصار اكيد ان يعني لهم ذكريات كبيره جدا مع العملاق الاسباني ريال مدريد. لكن الان شوف طبعا لمسه يد قبل ذلك، حتى لو ما كانت تسلل كانت لمسه يد، لكن المالك القطري مع فريق ملقا وفريق ملقا يتلقى هدفين مقابل لا شيء. في نهاية القصة نأمل يعني ألا يهبط فريق ملقا إلى الدرجة الثانية. هنا سيرخيو راموس، راموس إلى مسعود أوزيل، أوزيل إلى كريستيانو رونالدو، دي ماريا، مارسيلو ممكن يسدد، والجول الثالث يرفع يده مارسيلو، يأتي مثل ما يتمنى ويشتهي، وارقص على ما تتمنى وتشتهي يا مارسيلو. تهيأت ووصلت ولافة لافة يشتهيها يحبها أي لاعب برازيلي، البست عدل سددها قوية وسجل الهدف الثاني. شوف 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 شوف، لاحظ معي، يا سلام على دي ماريا، شوف لافة لافة لافة، خلاص البست كابييرو، ومرة أخرى يا سلام يا دي ماريا، دي ماريا والهدايا والباصات الرائعة من دي ماريا، ومارسيلو يسجل الهدف الثالث للريال. ارقص كما ترقص واحتفل كما تحتفل، والفريق الملكي كما ذكرت يعني من البداية كما ذكرت يعني الرابع محقين، ربعنا اللي يعني يقولون ثلاثة، جات الثلاثة الآن خلاص، مع سيطرة كاملة، مع هدفين ملغيين، مع فرص ضائعة. الفريق الأبيض في شوط أبيض، الفريق الملكي، ريال مدريد 3 أهداف ولا شيء لملقا في سانتياغو برنابو، سيطرة ملكية على المباراة، تألق دي ماريا، تألق كريم بنزيما، وتألق مارسيلو، والنتيجة للشوط الأول من المباراة. أيها الأحبة، السهارة مع الليغا الأسبانية، السهارة مع متعة ريال مدريد في الشوط الأول من المباراة مع الحاضرة والحاضر والحضور الكرام في سانتياغو برنابو، والحضور الكرام لمشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان. 3 ريال مدريد ولا شيء ملقا. أرجو أن لا تذهبوا بعيدا، فبعد الفاصل التعليق عن الشوط الأول عند زميلي الأخضر بالريش، والتحليل عند الكابتن والضيوف الكرام. شكرا لكم أيها الأحبة، وإلى اللقاء. كيف أشوف سيارة أحلامي؟ أشوفها صلبة آمنة، أشوف فيها الراحة والرحابة، وكل ما أتخيل من تقنية واللي ما تخيلته بعد أشوفها روعة، وأشوف حالي فيها بعد. الحقيقة ما ظنيت أني راح أشوفها أبداً حتى اليوم. فورد تورس الجديدة كلياً، إذا رأيت أحلامك في سيارة. هاي هو
اليوم اللي الكل ينطره راح تكون مباراة في القمة. والحين فريق كيو ام بي ايزي لايف ينزلون الملعب. شكل المباراة من بدايتها قوية. شوف الاستلام مع التمرير في منتصف ملعب المباراة ومع التمريرة الثانية في العمق. يا السلام، المرور ايزي والتقدم ايزي والاستلام ايزي. شوف المحاولة والكرة الملعوبة راسية في الجول. مع خدمات ايزي لايف من كيو ان بي يمكنك اجراء معاملاتك المصرفية الكترونيا. ناصر بن عبد الله وأولاده لريادة العصر. شكرا يا زميل يوسف سيف. إذن الريال أقوى بكثير، لا مجال للمقارنة بين الفريقين. 3 أهداف مقابل لا شيء، وكان بإمكان الريال يسجل أكثر من هذه الحصيلة. نبدأ إذا مع كابتن لويس. إذا هناك فرق شاسع بين الفريقين ودفاع ضعيف جدا بالنسبة لمالقا. نبدأ بالهدف الأخير الذي أحرزه مارسيلو. الدفاع غير موجود، غائب تماما. نعم، مالقا ليس له دفاع ويوجد أيضا وسط ميدان يضغط، وبالتالي فدخل مدريد على شاكلته بعد هدف بنزيما. رأينا تغيير في النسق على الصعيد الهجومي، غاب مالقا وديماريا انطلق من ركنية، وبعد ذلك مارسيلو وجد نفسه منفردا، وبالتالي فإن هناك فريق أفضل بكثير. وطرح مالقا لم يكن في المستوى، كان فيه غياب النسق، وبالتالي فإن الطرح كان بإمكانه أن يكون أفضل بالضغط في وسط الميدان وبالاعتماد على خط فيه 4 لاعبين من خلف. رغم أن العدد كبير من المدافعين، شاهدنا 7 مدافعين في هذه اللقطة أمام 4 مهاجمين من الريال. هل هو مشكل بالنسبة لتنظيم الدفاع غير منظم؟ هناك خطأ في الدفاع، لا توجد مساعدة دفاعية ولا يوجد ضغط على حامل الكرة. لا أحد كان يضغط على حامل الكرة، وبالتالي فإنه من الصعب أن تخطف الكرات. نعم، ودفاع بدأ أيضا بطيئا. اللاعب انطلق من وسط الملعب دي ماريا، لا أحد تمكن من إيقافه. نعم، كانت هناك مرتدة ورأينا دي ماريا كان سريعا، وظهير الأيمن مانولو غاسبار تفوق عليه دي ماريا بسرعة لأنه كان أسرع منه. مشاهد هنا ومانولو غاسبار تركه منفردا. لا يوجد تنظيم دفاعي كما قلت من قبل، ولا وسط ملعب. نعم، وريال مدريد بإمكانه أن يحقق 6 أو 7 أهداف بسهولة، وباستثناء 10 دقائق الأولى من المباراة حيث كان نسق مالقا أقوى وكانت هناك فرصة، وبالإضافة إلى كان هناك عن إبعاد للكرة من كاسياس، ولكن باستثناء ذلك لم تكن هناك خطورة. شاهد هنا الكرة، تفوق دي ماريا على غاسبار ولا أحد أوقفه. ريال مدريد كان أفضل بكثير، وبالتالي فإنه ليس بإمكان مالقا أن يفعل شيء. إذا مالقا تلقى الهدف الثاني، والهدف الأول كان من توقيع لاعب كريم بنزيما. كريم بنزيما الذي يصنع فرص كثيرة لكن لا يسجل إلا قليلا، لكن الهدف الأول كان هام لو فتح شهية الفريق وأعطى ثقة للفريق، لأن كانت شكوك في البداية.
الأهداف تعطي ثقة للاعبين خاصة لريال مدريد، كلما حقق أهداف على ملعبه، وبالإضافة إلى ذلك كان يلمس الكرات بشكل مستمر. كانت هناك على الأقل 5 لمسات أو 6، وبعد الهدف بدأ يسيطر. وأقول وأكرر أن مالاغا لم يعرف كيف يدافع. هدف بنزيما كان منفرجا من لقطة منفردة ودخل بسهولة كبيرة. ما الذي ينقص هذا اللاعب؟ لماذا لم يتألق أكثر؟ لديه مهارات، لديه إمكانات، لكن لم يتألق حتى لم ينفجر كما نقول. بنزيما ربما كان في حاجة إلى المزيد من التضحيات. هو أنيق من حيث الأداء، لكن عليه أن يضحي أكثر، والفريق يسارع حتى يضحي أكثر. ولكن هو ليس مهاجم يلعب بإعطاء ظهره للمرمى، هو عليه أن يتحرك ويحقق أهداف مهمة. ولا ننسى أن الهدف جاء من لقطة بالعقب، وهو ليس مهاجم كلاسيكي يتفوق على المدافعين، وهو أنيق كما قلت في إمكانية الحركة على الأجنحة. بنزيما لاعب مهم ومفيد، ولكن ربما كان عليه أن يقوم بالمزيد من المجهود والتضحيات، فلذلك جاءت أهدافه. نعم، إذن في انتظار طبعا الضغط الذي سيفرضه عليه أدي بايور، أيضا الذي ينتظر أن يتأقلم أكثر مع النادي. الحظ سعيد لكريم، وكذلك شوط نستطيع أن نقول بأنه كان لصالح ريال مدريد. فريق جاء وكانه جاء فقط لكي لا يتلقى أهداف كثيرة. مالاغا لم يبذل المجهود، ليس لديه إمكانيات أن يبذل المجهود. حتى لم يلعب حتى يتفادى هذا الكم من الأهداف. لم يكن هناك تنظيم، لم يكن هناك خط دفاع ضغط، ولكن بشكل باهت كان كأني به يلعب أمام فريق في نفس المستوى، ولكن بهذه الطريقة سيتلقى 5 أهداف بسهولة، لأنه لم يفرض نفسه، لم يأتي ليدافع، وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد تنظيم دفاعي. الظهير الأيمن مانولو غاسبار لاعب بإمكانك التفوق عليه بسهولة، ولذلك مارسيلو دخل بسهولة. كابتن لويس، لم نشاهد حتى الهجمات ما عدا بعض الفرديات مثل ما شاهدنا هذا اللاعب يركض بالكرة، لكن دون مساندة، دون خطة، دون أفكار. بالفعل لم تكن هناك أفكار، كان هناك نسق في البداية في الهجوم من دون الوصول إلى أي مكان ممكن. كان هناك نسق، كانت تلك الفرصة الوحيدة في الوصول إلى الهجوم. لم تكن هناك مساعدات ولا تضامن مع اللاعبين، وحيث كان يمكن إيقاف بنزيما ورونالدو، ودي ماريا تخلص من عدد كبير، وأوزيل أيضا تحرك بسهولة مستمرة. لا يوجد عناصر دفاعية لا في وسط الميدان ولا في الدفاع، ليس هناك حتى بديهيات الدفاع عند هؤلاء اللاعبين. وكان مالاغا يلعب بدون مدافعين لأنه يخسر على أرض ملعبه، أيضا خسر جل المباريات على ملعبه. مالاغا غاب عنه التنظيم الدفاعي. كنا نتكلم من قبل عن راسي، وكنا نقول أنه قوي دفاعيا، لكن مالاغا ليس بهذه الطريقة. يخسر على ملعبه وهو على بعد نقطة من المراكز الأخيرة، وخطف نقاط لما كان قد سجل هدفين. وعلى صعيد الدفاعي هذا فريق مهلهل وضعيف، وعندما تكون بهذه الطريقة ولا تدافع بنظام فمن الصعب أن تخرج بنقاط. هذه الصورة استغلها جيدا جوزي مورينيو. إذا بطبيعة الحال مورينيو عنده 11 لاعب، لاعبون في القمة، وديماريا نشاهد كيف يغتنم هذه الكرة. و
وبالتالي فإن الريال مدريد أفضل بكثير من ضيفه، وهنا يكمن الفارق. أنا لم أتوقع مالاغا منظما وفي إحدى المرتدات من كوينشي وبسرعة إليسيو، كنت أتوقع أيضا أن يكون هناك